استكمالا لزيارته المطار موديا الحجاج، أطلق القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري مبادرة أمنية التي حققت أحلام عددا من اللبنانيين ذوي الحاجات الخاصة وعددا من أهالي شهداء الجيش أو مجرد طالبي الحج للذهاب إلى السعودية. دعونا لحضرة المملكة سفير السعودية مشان نستلم باسبورتنا وحجزنا مودينا حساب المملكة السعودية. حدثك موجود اليوم هون استضافة للحاج من قبل السفارة. اوكي، بس حضرتك ام شهيد او اخت شهيد بجيش؟ لا. يعني هيك كيف اللي اختاروك انت مش حدا انت؟ كانت في اسماء مقدمة وسبحان الله قلتك هي هاي؟ ايه. شو فيها؟ شو الهدية اللي طلعت؟ ريحة يمكن. ها؟ في قرآن؟ في قرآن؟ بلا في قرآن. أكيد. وإن كانت دعوة الصحفيين إلى السفارة السعودية لتغطية مبادرة أمنية، إلا أن الكلام مع البخاري تناول عددا من الإيضاحات بشأن موضوع تأشيرات الحج، فأكد أن القوات اللبنانية حصلت فقط على 25 تأشيرة حج، وأن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري حصل على كل ما طلبه. طلع حكي بالصحف عن تقارير رفعت حضرتك فيها، أكيد طلعت عليها شكاوى عن أنا أتمنى من الوسيلة الإعلام التي أشادت بهذه المعلومة أن تعطينا صورة لتظهر صورة فقط من هذا التقرير، لا يوجد أي تقرير رفع بهذا الشأن، وأتمنى أن أيضا أنه الهيئة العامة للرقابة الإعلام اللبناني أنها تعاقب أي وسيلة تتحدث بهذا الموضوع، إما أن يكون لديك معلومة موثقة أو لا تضلل أي من جمهور اللبناني. بإمكانكم رفع دعوة، هناك حرية في الإعلام في لبنان. بكل تأكيد، لكن هذه الصحف لا تستحق أيضا النظر إلى ما يتم من كتابة فيه، لأنها صحف غير مسؤولة حقيقة. المملكة والسفارة تترفع. هناك من يتهمكم بعرقلة تأليف الحكومة، تشكيل الحكومة، واقع التجربة في تشكيل المجلس النيابي كان أكبر إجابة، كان هناك إعلام يراهن على تدخل. في من يصدق أن السعودية لا تتدخل في تشكيل الحكومة، يعني أو إيران أو أي دولة أخرى؟ هذا يعني كلام، يعني لا أدري إذا ممكن أحد أن يصدق أن السعودية لا تتدخل في تشكيل حكومة. لذلك السؤال، والطرف الآخر يتهمكم بعرقلة أو أقل وضع بعض الشروط التي تؤخر تشكيل هذه الحكومة، هو ردكم على هذه النقطة بالذات؟ الواقع السياسي يرد على هذا الطرح. أنا ذكرت الآن في خلال المداخلة أنه كان هناك رهان على تدخل المملكة فيما يخص تشكيل المجلس النيابي والقانون الانتخابي. ثبت المخرجات هذه الطرح أنه لم يكن لدى المملكة أي تدخل في هذا الشأن، بل بالعكس تماما. هناك من يؤكد أن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي سعت قولا وفعلا إلى احترام سيادة لبنان والتأكيد على أمن واستقرارها. ورأى البخاري أنه حين تدعم السعودية المؤتمرات الدولية المتعلقة بلبنان فهذا دليل على حرص المملكة على لبنان وشعبه.